الظهيرة من الميادين، أهلا بكم وإلى عناوينها. بعد صد هجمات التحالف السعودي على جبهة الساحل، البحرية اليمنية تؤكد جاهزيتها لضرب أي بارجة تهدد سواحلها. سجالات واتهامات متبادلة بين فتح وحماس على خلفية تظاهرات رام الله المطالبة برفع العقوبات عن غزة. العلاقة السورية الأسد يؤكد أن العلاقة بين دمشق وطهران استراتيجية وغير خاضعة للبزار الدولي. ساعات وينطلق مونديال 2018 في روسيا، وعشية الحدث الرياضي عروض ضوئية ومؤثرات موسيقية خاصة على واجهة مبنى مسرح البولشوي. حد مثلا ماشي على طريق لسه ما وصلش بيته، برضه فكره جميله وفكره كويسه ان هو مثلا ينزل ياكل لقمه هنا. وفي النشره ايضا العزومه، حافله بطابقين تجوب شوارع القاهره لافطار الفقراء. اهلا بكم. اكدت قياده القوات البحريه والدفاع الساحلي في اليمن جاهزيتها لتسديد ضربات موجعه ومدمره لاي بارجه تهدد السواحل اليمنية. جاء ذلك في بيان أكدت فيه أن تدمير البارجة الإماراتية قرب الحديدة أمس ليس الأول ولن يكون الأخير. القوات البحرية أعلنت أيضا إحباط عملية إنزال بحري للتحالف السعودي في ساحل غليفقة جنوب الحديدة. وكان مصدر عسكري يمني قد أكد أن الجيش واللجان كسروا جميع العمليات الهجومية للتحالف السعودي على الساحل الغربي. إلى ذلك عزز الجيش اليمني واللجان الشعبية إجراءاتهم الأمنية داخل مدينة الحديدة في وقت بدت فيه الحياة طبيعية، وأكد أهلها استعدادهم لصد أي عدوان على مدينتهم. نحن من هنا نؤكد لكم، هل تفهموها ولتسمعوا، والله لن تجدوا الحديدة إلا محرقة، ولن تجدوا من رمالها إلا براكين، لن تجدوا من بحارها إلا أمواج على بوارجكم. وجميع القطاعات، وزارة الداخلية ومكتب الوكيل وجميع يعني قطاعات يعني الدفاع يعني متواجدين ومنتقلين على الساحل وفي المدينة وفي كل مكان، وللأعداء بالمرصاد، ومهما حقدوا سوف يلقون يعني أناس يعني كالجبال الأوتاد. إلى ذلك حمل رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي دول التحالف وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا مسؤولية اقتحام مدينة الحديدة وتدمير مينائها المدني وما يترتب على ذلك من تفاقم للوضع الإنساني. الحوثي وفي بيان له نفى بشدة مزاعم التحالف السعودي بشأن إعاقة المساعدات الإنسانية في ميناء الحديدة ومنع وصولها إلى اليمنيين. الحوثي رأى أن هذه المزاعم محاولة بائسة ومكشوفة لتضليل الرأي العام العالمي، ولفت إلى مواصلة التعاون مع جهود الإغاثة الدولية لإيصال المساعدات إلى جميع أبناء الشعب اليمني. عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن ضيف الله الشامي أكد أن التحالف السعودي لم يتقدم خطوة واحدة في ميناء الحديدة، وأن القوات اليمنية أحبطت إنزالا بحريا للتحالف قرب الميناء البحري للمدينة. نحن نقول لهم أنهم اليوم لم يتقدموا شبرا واحدا، وكانوا حاولوا الإنزال البحري وتم ضرب بارجة بحرية بصاروخين بحريين مما أدى إلى احتراقها واندلاع ألسنة اللهب فيها وتراجع بقية البوارج البحرية. حاولوا التقدم وحاولوا إبراز زحف جديد في منطقة الدريهمي من عبر الصحراء وعبر الساحل، لكنهم فشلوا فشلا ذريعا وتكبد العدو خسائر كبيرة وتم إحراق عدد كبير من المدرعات. أكد نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية أن ميناء الحديدة يعمل على نحو طبيعي بعكس ما أشيع عن تعليق العمل فيه. المسؤول اليمني وفي تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية سبق قال
إن ميناء الحديدة ميناء مدني ومعني بتقديم الخدمات الإنسانية والتجارية، وأن هناك حمولات يجري إفراغها فيه، وما يثبت سير العمل على نحو طبيعي. وللمزيد ينضم إلينا من صنعاء مراسل الميادين أحمد زبيبة. أحمد، يعطيك ألف عافية. بداية، إذا أمكن أن نعرف الوضع منك بعد صد هذه الهجمات، وأيضا كيف يتفاعل الموضوع سواء على الصعيد السياسي أم حتى في الميدان وتأثيرات كل ما جرى. نعم، مصدر ميداني للميادين أكد لنا أنه قبل ساعة من الآن تجددت، وحتى هذه اللحظة تجددت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي والتحالف السعودي الإماراتي وتحديدا جنوب مديرية الدريهمي في الحديدة غرب اليمن. المواجهات هي تمتد من منطقة الطائف امتدادا إلى شرق منطقة النخيلة المجاورة للطائف، وأيضا إلى منطقة القضبة شمال المديرية. طائرات التحالف السعودي مع احتدام هذه المواجهات بين الطرفين شنت أكثر من 13 غارة جوية عنيفة على المديرية، وأيضا بالطريق المؤدي الخط العام المؤدي إلى مديرية الدريهمي. لا زالت المواجهات مستمرة حتى هذه اللحظة وفق المصادر الميدانية، بالإضافة إلى امتداد هذه المواجهات إلى مديرية التحيتة المجاورة، ولا زالت العمليات مستمرة والمواجهات في نقطة محددة خلال الأيام الماضية، ولم تستطع قوات الرئيس هادي والتحالف السعودي الإماراتي التقدم أكثر من منطقة الفازة في مديرية التحيتة. السلطة في صنعاء هي تحدثت بشكل واضح أن أي عمليات أو هجوم عسكري على محافظة الحديدة تتحمل تبعات ذلك الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أمريكا وبريطانيا وأيضا التحالف السعودي الإماراتي، وتتحمل مسؤولية ما سينجم عن هذا الهجوم من كارثة إنسانية حقيقية، نتيجة أن ميناء الحديدة هو الذي يغذي 80% من الشعب اليمني، وأيضا هو سيوقف أي توقف للميناء سيعمل على إيقاف دخول الوضع في الميناء الآن كيف هو أحمد؟ وأيضا إذا أمكن أن ندخل في تفاصيل أكثر حول ما قالته البحرية اليمنية والتي أكدت بالتالي جاهزيتها لضرب أي بارجة تهدد سواحلها. نعم، حتى هذه اللحظة ووفق إعلان مؤسسة موانئ البحر الأحمر، هي أكدت حتى هذه اللحظة أن الميناء يعمل بشكل طبيعي. هناك سفن في الرصيف الميناء، ويتم إنزال المواد الإغاثية سواء كانت التابعة للأمم المتحدة أو تجارية من مواد غذائية وغيرها. وهو فقط ما أعلنته مؤسسة موانئ البحر الأحمر هو تحذير من أن أي إيقاف لعمل الميناء تتحمله دول التحالف السعودي. ما يتعلق بالقوات البحرية، هي أكدت بشكل واضح أن أي اقتراب للبوارج البحرية التابعة للتحالف السعودي سوف يتم استهدافها بشكل مباشر لحماية ميناء الحديدة من أي اقتراب أو أي هجمات يمكن أن يقوم بها التحالف في الساعات القادمة. بالإضافة إلى أن القوات البحرية هي على استعداد كامل لاستهداف هذه البوارج، وأن الخطر القائم هو نتيجة اقتراب هذه البوارج من الميناء الحديدة. كل الشكر لك أحمد زبيبة مراسل الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. نقل موقع ميدل إيست أي البريطاني عن مصادر تفاصيل اللقاء الذي جرى في قصر ولي عهد أبو ظبي، وذكرت المصادر أن الإمارات أجبرت الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي على الموافقة على الهجوم على مدينة الحديدة برغم معارضة الأخير العملية وفقا للموقع. ونقل الموقع عن المصادر قولها أن السعودية هي التي رتبت اللقاء بين هادي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في الإمارات، حيث أذعن هناك هادي للمطالب الإماراتية. وفي المواقف الدولية، قالت وزارة الخارجية الروسية أن اقتحام القوات الموالية للرئيس عبد رب منصور هادي ميناء الحديدة سيسبب كارثة لليمن ويضرب بتسوية الوضع في البلاد.
وأشارت الوزارة إلى أنه إذا أدت المعارك في اليمن إلى إغلاق قناة توفير الأدوية وغيرها من المواد الضرورية وهي ميناء الحديدة، فإن السكان المحليين سيصبحون على حافة الموت. بدوره حذر الاتحاد الأوروبي من العواقب المدمرة على المدنيين جراء الهجوم على الحديدة. بيان أوروبي أفاد بأن الهجوم على ميناء الحديدة سيدهور الوضع الإنساني الكارثي أصلا في البلاد. البيان أوضح أن الهجوم يفاقم التصعيد وعدم الاستقرار في اليمن ويؤدي إلى تقويض جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن والتي ترمي إلى استنزاف أو إلى استئناف المسار السياسي. اتهم الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد باعتماد ما وصفه بلغة التكذيب والتخوين للشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية، مشيرا إلى أن ذلك لن يعفي سلطة المقاطعة وحكومتها من مسؤولياتهما عن قمع المتظاهرين السلميين في الضفة واختطافهم. كما قال برهوم وفي بيان له، انتقد السلطة الفلسطينية وما سماه جورها الشائن في تجويع سكان غزة وقطع رواتبهم ومخصصاتهم ومحاربتهم في قوت أولادهم. القيادي في فتح عزام الأحمد كان قد رأى أنه يجب تقويض ما وصفه بسلطة الأمر الواقع في غزة إذا لم تنفذ ما التزمته من تفاهمات سابقة. كما وصف الأحمد في تصريح إذاعي الحديث عن وجود عقوبات على قطاع غزة بأنه محض افتراءات، وقال أن الحكومة الفلسطينية تتخذ بعض الإجراءات لإنهاء مسألة رواتب الموظفين في غزة. هذه المواقف تأتي بعد ساعات على تفريق قوات الأمن الفلسطينية مئات الشبان الذين تظاهروا في رام الله لمطالبة السلطة برفع العقوبات عن غزة. واستخدم الأمن الفلسطيني الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية، كما أقدم عناصر الأمن وباللباس المدني على اعتقال أكثر من 50 متظاهرا ومنعوا الصحفيين من التصوير وصادروا كاميرات وهواتف. وللمزيد ينضم إلينا من غزة مراسل الميادين أحمد شلدان. أحمد، يعطيك ألف عافية. بداية، كيف كان يتفاعل الشارع في غزة مع ما جرى في رام الله وكل المشاهد التي كنا نتابعها سواء على الشاشات أم حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تلاه أيضا من سجال بين فتح وحماس؟ ما حصل قبل يومين من الآن وليس البارح، نتحدث عن ما حصل قبل يومين من خروج المسيرات في مدينة رام الله في الضفة الغربية تضامنا مع غزة ورفضا للإجراءات العقابية ضد القطاع المحاصر، فاجأ الغزاويين بكل معنى الكلمة. هذا الأمر شكل دفعة معنوية كبيرة لهم، وبالتالي فإن قرار السلطة بالأمس في صبيحة أمس بمنع أي تجمعات أو تظاهرات خلال فترة الأعياد شد انتباه الغزاويين أكثر من أي وقت مضى، كونه كان يتزامن مع مسيرة دعت إليها مؤسسات وجمعيات وأفراد في الضفة الغربية للتضامن مع قطاع غزة. المواطنون هنا في غزة والفصائل وعلى المستوى الرسمي والشعبي كانوا يتابعون هذه التحركات بشكل كبير وبشكل حثيث لعدة عوامل ولعدة أمور. أولها أن الإجراءات التي فرضت على قطاع غزة أريد لها في البداية أن تغير من الأمر الواقع هنا في القطاع، لكن الأمور على ما يبدو لم تسر على هذا النحو، ما زال قطاع غزة على حاله، وإنما التغيير بدأ الآن هو في تحرك المواطنين في الضفة الغربية. هذا الأمر شد انتباه الغزاويين، وكان هناك دعم واضح لهذه التحركات على الأقل على مواقع التواصل الاجتماعي وفي التصريحات الرسمية. يعني ماذا أفهم منك أنه شد انتباههم؟ على من يضعون اللوم؟ من يحملون المسؤولية؟ عتبوا من اليوم على مين؟ اليوم في واقع مرير، يعني بالإضافة إلى الحصار هناك عقوبات، نحن على أبواب عيد الفطر غدا أو بعد غد عيد الفطر، يعني بالحالة الطبيعية يكون هناك احتياجات، فكيف إذا كان هذا الوضع بغزة حصار وعقوبات؟ اليوم السيد أو القيادي في فتح عزام الأحمد قال إنه الحكومة الفلسطينية تتخذ بعض الإجراءات لإنهاء مسألة رواتب الموظفين في غزة وكل ما يقال هو افتراءات. But
فيما يتعلق في هذا الموضوع الآن هناك انقسام سياسي، هذا الانقسام امتد حتى على الطبقات الدنيا في المجتمع الفلسطيني، جميع الطبقات تعيش هذا واقع الانقسام السياسي ما بين حركتي فتح وحماس، وبالتالي لا يمكن أن نجزم على من يلقون اللوم. بكل تأكيد عناصر وأنصار حركة حماس وبعض الفصائل الفلسطينية الأخرى المقربة من حركة حماس يلقون اللوم على السلطة وعلى حركة فتح. أنصار لحركة فتح وإن كانوا حتى في قطاع غزة وهم من يدفعون ثمن هذه العقوبات ويعانون هذه العقوبات، إلا أنهم يقولون بأن على حماس أن تتنازل. بالتالي الأمر نسبي، ليس بالمطلق من يحمل مسؤولية من، لكن في المجمل هناك دعوات من جميع الفصائل الفلسطينية بالاستثناء فصائل سواء اليسار المنطوي تحت منظمة التحرير أو حتى الفصائل الأخرى المقربة من حماس ومن المقاومة، الجميع يجمع لأن السلطة هي من تتحمل تداعيات هذا الأمر. البيان الجبهة الشعبية قبل يومين أو بالأمس تحدث عن هذا الأمر بوضوح بأنه قال بأنه وإن كانت حماس تتحمل جزء من وإن كانت السلطة تتحمل مسؤولية ما يحصل لأن هذا لا يعفي حماس من مسؤوليتها عن الأمر الواقع. بالتالي تغيير الأمر الواقع أو ما يحصل هنا الآن في قطاع غزة لا يمكن الجزم تماما من يلقي اللوم على من. طيب بشكل سريع أحمد، لأنه الدنيا عيد بدنا نتوقف معك فقط على الواقع في غزة نتيجة كل ما يحصل اليوم، هذه العقوبات هي على الجميع سواء حمساوي أم فتحاوي، هي على الجميع. بشكل سريع كيف هو الوضع في غزة الإنساني؟ طبعا الواقع مأساوي، نعم الواقع مأساوي بكل معنى الكلمة، الواقع مرير جدا، يعني لا يمكن أن نصف حال الناس هنا بكلمة أو بكلمتين. الأسواق وإن كانت مكتظة إلا أنه الجيوب خاوية، بمعنى أن الناس يذهبون إلى هناك علهم يجدون ما يلبسونه لأطفالهم في هذا العيد، ولكن بأسعار زهيدة جدا. هناك انخفاض كبير في أسعار المنتجات في قطاع غزة لأنه ليس هناك إقبال، ليس هناك سيولة نقدية، لا يوجد رواتب. موظفي حماس أو الحكومة السابقة في غزة يتقاضون 40%، أما موظفي التابعين للسلطة الفلسطينية يتقاضون 50% من الرواتب. هذا الأمر انعكس بكل تأكيد على مجمل الحياة في قطاع غزة، توقف شبه تام للحركة التجارية والحركة الصناعية ولحركة المواطنين. هذا الأمر نزع البهجة، بهجة العيد التي كان يفترض أن يعيشها المواطنين ربما غدا أو بعد غد حسب رؤية الهلال، ولكن يعني هناك محاولات حثيثة قدر الإمكان على أن يعيش الغزاويون هذه البهجة من وسط آلام الحصار ممتد لأكثر من 11 عاما. نعم، كل الشكر لك زميل أحمد شلدان مراسل الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة. للمزيد أيضا ينضم إلينا الناشط في الحراك لرفع العقوبات عن غزة صلاح خواجة، أهلا وسهلا بك وأنت معنا طبعا من رام الله عبر الهاتف. نود أن نعرف بالتفصيل منك ما الذي جرى بالأمس. بداية تحياتي لك وللأخوة والأخوات المشاهدين. نحن نعتبر ونتفاجأ بدل أن يكون هناك موقف سياسي رسمي يعلن لتنكيس الرايات في والحداد في هذا العيد تضامنا مع قطاع غزة وتضامنا مع شهداء قطاع غزة الذي سقط أكثر من 117 شهيد وأكثر من 14,000 جريح، وأن نجند كل الطاقات وكل الإمكانيات المالية ومقدرات الشعب الفلسطيني الرسمية والأهلية والشعبية لدعم شعبنا في قطاع غزة، دعم هذا الشعب المناضل المكافح الذي احتضن المقاومة في ثلاث حروب متواصلة، الذي يحتضن نضال شعبنا في كل مراحل النضال، هذا الشعب الذي يحاصر ويجوع ويقتل يوميا بسبب حصار دولة الاحتلال والإجرام. نحن نريد أن نقدم أقل ما يمكن تقديمه لشعبنا، ولكن مع كل أسف هذه السياسة وهذه الإجراءات والعقوبات التي اتخذت بحق شعبنا في قطاع غزة لتشمل حياة وكرامة الموظفين ومجال الصحة والتعليم، كل ذلك سيضر بوحدة شعبنا الفلسطيني الذي يبدل الأولويات والذي يجعل الانقسام السياسي يؤثر على وحدة الشعب الفلسطيني والمستقبل الفلسطيني والتحدي الذي يجب أن نقوم به ونرتقي به. كل هذا مقصود برأيك سيد صلاح؟ وإذا أمكن أيضا أن نعرف ما الذي تعرضتم إليه بالأمس، هناك ضربات، يعني يحكى عن ضربات بشكل مباشر على الكلى بهدف الأذية، سمعنا الكثير، إذا أمكن أن تضعنا في كل التفاصيل، وإذا كان هذا المشهد مقصود أن يكون بين الفلسطينيين أيضا كل ما تحدث عنه تفضل. مع كل أسف ما حدث بالأمس وحشية وشكل من أشكال القمع الذي لا يمكن أن يتصوره عاقل.
هذا لا يمكن عزله عن باقي الأشكال القمع الذي تعرضنا له منذ عام 2012 حتى اليوم في مسيراتنا وأشكال احتجاجنا، وحتى أثناء مؤتمرات عقدت في مؤتمر لبريتستان وغيرها من المؤتمرات التي تم منع إجرائها أو محاولة قمعها. ولكن هذه المرة كانت على غير عادة، حتى المألوف والممكن والمتوقع لدى أي من المشاركين لم نستطيع ما شاهدناه. لشو تعرضتوا تحديدا سيد صلاح؟ مثلا أعطني مثال. موضوع القمع بإطلاق القنابل الغاز، لأول مرة يطلق علينا قنابل غاز من يعني منا كفلسطينيين، من الشرطة الفلسطينية ومن الأجهزة الأمنية الفلسطينية. الغاز بالفلفل، الاعتقالات لأكثر من 40 شخص، جزء منهم نساء ورجال أعمال وأعضاء معنا منسق اللجنة الوطنية للمقاطعة. برأيك مطلوب أن يكون هذا الاعتداء بهذه الطريقة؟ مقصود هذا الاعتداء بهذه الطريقة ومنعنا من الوصول إلى المسيرة؟ أنا من ضمن الذين تم توقيفهم ومنع من الوصول إلى مركز المنارة باعتبار أن هناك قرار بمنع من الوصول إلى منطقة المنارة. سيد صلاح، سؤال أخير إن كنت تسمعني. اليوم أنتم متهمون بأن حماس تقف وراءكم، إذا أمكن أن نعرف من الشباب الموجود اليوم في الشارع في رام الله وما تحركاتكم المقبلة؟ أولا هذا مرعب ومخيف أن يدعي أحد أن كل الشعب الفلسطيني تحول ليحسب على طرف سياسي. نحن حتى في قضايا الانقسام خرجنا ضد الانقسام في مسيرات، والبعض من اتهم بأننا لدينا أجندات. نحن أجندتنا فلسطين والقضية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية. هذه أجندتنا الحقيقية. لا نراهن لا على الولايات المتحدة الأمريكية ستستمرون ولا حلفائها في المنطقة. وبالتالي سنستمر وسنؤكد بأن هذا هو هدفنا وهذا شعارنا، وهذا يجب أن يتعزز في كل المناطق الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس والأراضي المحتلة عام 48، لأن همنا المشترك الآن هو مواجهة التآمر على القضية الفلسطينية ومواجهة الخذلان لبعض الدول العربية المطبعة ضد مع دولة الاحتلال وعلى حساب القضية الفلسطينية. كل الشكر لك السيد صلاح خواجة، الناشط في حراك لرفع العقوبات عن غزة، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله. استشهد في قطاع غزة شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في الرأس جراء اعتداءات الاحتلال على مسيرات العودة، وبذلك يرتفع عدد شهداء مسيرات العودة إلى 130 شهيدا منذ انطلاقة هذه المسيرات في أذار مارس الماضي. وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين بأنه انتصار للحق الفلسطيني والعدالة والقانون الدولي. الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد تبنت مشروع قرار جزائريا تركيا فلسطينيا يدعو إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار الجائر عن غزة. القرار ندد بالاستخدام الإسرائيلي المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين. بأغلبية 120 صوتا تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو لاعتماد آلية لحماية الشعب الفلسطيني من عدوان الاحتلال الإسرائيلي يقترحها الأمين العام للأمم المتحدة خلال 60 يوما. مر القرار بالكثير من المطبات جراء إصرار الولايات المتحدة على إدخال التعديل في اللحظة الأخيرة يدين حماس ليضيع جوهر القرار. إننا نثق بكم تماما أن تتبعوا الصواب وتميزوا بين من يحاول في اللحظة الأخيرة تضليلكم بتعديلات انطلاقا من نيات خبيثة وغير أصلية. حاولت الجزائر منع التصويت على التعديل الأمريكي لكنها فشلت في نيل الأصوات المطلوبة، وعندما طرح التعديل على التصويت حصل على أغلبية لا تزيد على فارق 4 أصوات. حبست القاعة أنفاسها حتى نطق رئيس الجمعية بقراره. لم يتبنى التعديل لأنه لم ينال أغلبية 2/3 الأصوات وفقا لقواعد الجمعية العامة الإجرائية المتعلقة بالقضايا المهمة. طعنت مندوبة الولايات المتحدة بقرار الرئيس فطرحه على التصويت، وسقط الطعن الأمريكي المتحيز بشكل أعمى لدعم إسرائيل، تحيز قبل بالكثير من الانتقاد. أكدت الولايات المتحدة مرة أخرى أن الأمر عندما يتعلق بالنظام الصهيوني فإنها لا تلتزم بالقانون الدولي ولا بالأخلاق.
مشروع القرار استشاري لكنه يلزم الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم مقترحات عملية لحماية الشعب الفلسطيني خلال مهلة شهرين. صحيح أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تطبق في السابق وهي غير ملزمة، إلا أنها تبقى وثيقة مهمة عندما تقدم أمام محاكم دولية، لا سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية. نزار عبود، الأمم المتحدة نيويورك، الميادين. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استخدام الطائرات المسيرة عن بعد يمثل تحديا مهما وكابوسا حقيقيا. نتنياهو وفي المؤتمر العالمي الأول لمكافحة الإرهاب المنعقد في القدس أضاف أن لتكنولوجيا الطائرات المسيرة انعكاسات هائلة غير معروفة حتى الآن. لا يضيع المسؤولون الإسرائيليون فرصة للتعبير فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن علاقات تجمعهم بدول عربية، لا عن علاقات دبلوماسية معهم. وللحديث عن تطور تلك العلاقات إلى مراحل لم تكن إسرائيل نفسها لتتخيل أنها قد تصل إليها، منال إسماعيل. بعد أيام على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على حسابه على تويتر باللغة العربية أنه لم يكن يخطر بباله أنه سيشهد في حياته علاقات ودية إلى هذا الحد وهذا التعاون بين إسرائيل والدول العربية، جاء رئيس الموساد يوسي كوهين ليعلن في مؤتمر وزراء الأمن الداخلي المنعقد في إسرائيل عن تعاون للموساد مع دول لا علاقات دبلوماسية لها مع إسرائيل، غامزا بذلك من قناة بعض الدول العربية. كلام رئيس الموساد يتطابق مع ما كشفته مجلة نيويوركر الأمريكية عن وجود علاقات بين إسرائيل ودول الخليج. الاستخبارات الأمريكية رصدت انعقاد لقاء قمة بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين كبار من الإمارات في قبرص قبل التغييرات في البيت الأبيض لتنسيق المواقف في الموضوع الإيراني قبيل دخول ترامب. نتنياهو في لقائه الأول مع ترامب وفق مقالة نيو يوركر اقترح عليه عقد قمة في البيت الأبيض ضد إيران وقال أنا آتي وولي العهد السعودي وولي عهد الإمارات وهكذا نقدم جبهة موحدة إسرائيلية عربية ضد إيران، لكن السعوديين والإماراتيين قالوا إن ذلك ممكن خلف الستار ولكن ليس أمام الكاميرات. مراقبون إسرائيليون رأوا أن للسعودية دورا بارزا في التطور الذي يمكن أن تشهده العلاقة بين إسرائيل والدول العربية، فوفقا لهم يمكن تذكر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تاريخيا بصفته زعيما عربيا لديه علاقات وطيدة وعلنية مع إسرائيل، فهو عمل ضد المسلمات التي تشير إلى أن إسرائيل دولة عدوة لا مكان لها في الشرق الأوسط، فضلا عن أنه يمثل الجهة الأهم فيما يحكى عنه من صفقة القرن. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. إعلان تشكيلة حكومة عمر الرزاز في الأردن. من جديد أهلا بكم. أعلنت قيادة القوات المسلحة التركية توصل إلى اتفاق مع مسؤولين عسكريين من الولايات المتحدة بشأن مدينة منبج السورية خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة شتوتغارت الألمانية. وبحسب الاتفاق فإن الطرفين سيقدمان إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خارطة طريق تشمل انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من منبج. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أنه لن يتردد في طلب إقامة قواعد عسكرية إيرانية عند الحاجة. وفي مقابلة مع قناة العالم قال الأسد أن العلاقة بين بلاده وطهران استراتيجية ولا تخضع لأي بازار دولي. أما بالنسبة لموضوع إيران تحديدا فلأكون واضح، العلاقة السورية الإيرانية هي علاقة استراتيجية، هي لا تخضع لتسوية في الجنوب ولا تخضع لتسوية في الشمال، وهذه العلاقة بمضمونها وبنتائجها على الأرض مرتبطة بحاضر المنطقة وبمستقبل المنطقة، وبالتالي هي ليست خاضعة لأسعار البازار الدولي.
الأسد شدد على أن حزب الله عنصر أساسي في الحرب على الإرهاب، وأن ثمة حاجة إلى هذه القوى العسكرية ستستمر لفترة طويلة، واصفا القوات الأمريكية والفرنسية والتركية والإسرائيلية بقوات احتلال. حزب الله عنصر أساسي في هذه الحرب، فالمعركة طويلة والحاجة لهذه القوى العسكرية ستستمر لفترة طويلة، وعندما يكون هناك حاجة وعندما يعتقد الحزب أو إيران أو غيرهم بأن الإرهاب قضي عليه، هم سيقولون لنا نحن نريد أن نعود إلى بلدنا. كما قال السيد، لديهم عائلات ولديهم مصالح يومية، وهذا شيء طبيعي، ولكن من المبكر الحديث عن هذا الموضوع. وبخصوص الوضع في الجنوب السوري، لفت الأسد إلى أنه لم يتخذ بعد قرار بشأن ما إذا كان سيحل من خلال المصالحة أو بالسبل العسكرية، مضيفا أنه إذا لم تنجح العملية السياسية فإنه سيجري اللجوء إلى القوة. ما زال التواصل مستمر ما بين الروس وبين الأمريكيين وبين الإسرائيليين. طبعا ماذا عن الإرهابيين؟ هم منفذين، لا أحد يتواصل معهم، لأنهم سينفذوا ما يقرره أسيادهم بالمحصلة، وهذا ما حصل. يعني كان هناك فرصة للمصالحة، ولكن تدخل الأمريكي والإسرائيلي منع حصولها. أظهر استطلاع للرأي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لن يفوز بانتخابات الرئاسة المقبلة من الجولة الأولى، وأن تأييد الناخبين له تراجع بواقع نقطة ونصف خلال أسبوع واحد. الاستطلاع توقع أيضا أن يفقد حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته البرلمانية في الانتخابات المقررة في 24 من الشهر الحالي. والآن إلى أخبار الرياضة وزميلة عبير الذوادي. لك عبير. شكرا على. أهلا بكم. ساعة وتفتتح النسخة 21 من فعاليات كأس العالم لكرة القدم في روسيا. مئات الملايين عبر العالم سيتابعون هذا الحدث الرياضي، وسط توقعات وتكهنات بشأن هوية المنتخب الذي سيرفع الكأس في سماء روسيا في 15 من الشهر المقبل. وعشية هذا الحدث أقيمت على مسرح البولشوي في موسكو عروض موسيقية خاصة، وقد استخدمت واجهة مبنى المسرح لعرض مشاهد صورية ومؤثرات موسيقية خاصة بالمناسبة، بما في ذلك صور للمدن المضيفة 11 التي ستستقبل عددا من المباريات لمشاهير كرة القدم ونجومها. ملعب لوجنيكي كان محط الأنظار عام 1980 عندما استقبل حفلي الافتتاح والختام في الألعاب الأولمبية. من جديد عاد إلى الواجهة الملعب الأهم في روسيا، بحيث يتسع ل 85,000 شخص. عشرات الجنسيات ستدخل مساء الخميس لمتابعة الافتتاح ومواجهة روسيا صاحبة الضيافة والسعودية. أتيت من كوستاريكا لمتابعة كأس العالم في روسيا، وسأشاهد منتخب بلادي أمام صربيا في سمارة، وذلك بهدف تقديم كل الدعم للاعبين. كذلك سأحضر إلى المواجهة أمام سويسرا. لافت هو الحضور العربي في نسخة 2018، لكن قلة قليلة من أراد الحديث أمام عدسة التصوير، على عكس هذا المشجع المغربي. المنتخب العام إن شاء الله يقدر يتأهل نصف النهائي، ويقدر إن شاء الله يشوفه في فينال إن شاء الله. ما كرهناش يشوفه منتخب ديالنا يوز كوبا دو مونديال. الجمهور الأرجنتيني يعلم تماما أن مهمة العبور إلى الأدوار النهائية ستكون على عاتق القائد ليونيل ميسي. ليونيل ميسي سيقدم أفضل ما لديه في الملعب. لقد فزنا باللقب منذ أعوام عديدة، ونحن متعطشون للقب، وآمل أن نتوج بالكأس. كولومبيا عملاق آخر من أمريكا الجنوبية، يعتمد المنتخب على عشاقه الذين اجتازوا آلاف الأميال للوصول إلى العاصمة موسكو. نحن في غاية السعادة للمشاركة وللمنافسة في أن واحد في كأس العالم. من جهة التوقعات فهي عالية جدا، فلتحيا كولومبيا.
البيرو هي العلامة الفارقة، فبعد غياب 36 عاما عاد منتخبها إلى الواجهة العالمية، والجمهور متفائل لمشاركة القائد باولو غيريرو. إنه قائد المنتخب، وبفضله البيرو تأهلت إلى كأس العالم. بفضل حسه القيادي والتهديفي نحن هنا، وهو من أعادنا إلى المونديال بعد غياب طويل. هذه الساحة ستتحول إلى مهرجان عالمي مساء الخميس، حين تشهد على دخول زعماء العالم في مباراة الافتتاح. ساعات على إطلاق صفارة البداية لانطلاق كأس العالم، والجمهور توافد من مختلف أنحاء العالم لمؤازرة ومساندة المنتخبات الوطنية في ظل الإجماع الكبير على حسن التنظيم. من أمام ملعب لوجنيكي، مايك شلهوب، العاصمة موسكو، الميادين. معنا مباشرة من موسكو موفد قناة الميادين إلى روسيا مايك شلهوب، أهلا بك مايك. أهلا بك يا عبير. مايك، هناك مفارقة في هذا الحفل، حفل الافتتاح، أن كل الدول المشاركة ستكون وفودها الدبلوماسية متواجدة إلا وفد المنتخب الإنجليزي، وذلك لأسباب سياسية. في المقابل نجد أن روبي ويليامز متواجد، الفنان البريطاني، في هذا الحفل. هل لديك تفاصيل أخرى حول حفل افتتاح روسيا 2018؟ أكثر من بعثة دبلوماسية ستكون غائبة عن حفل الافتتاح، ولكن على رأسها إنجلترا. طبعا الفنان الشهير روبي ويليامز كسر هذه العادة وكسر الطلب الآتي من المملكة الإنجليزية المقاطعة تماما لحفل الافتتاح، وسيكون حاضرا هنا في هذا الملعب وراء لوجنيكي ليقدم جملة من أعماله الفنية. 800 عنصر سيكونون حاضرون هنا في ملعب لوجنيكي، وهم متطوعون بهدف إنتاج أفضل حفل سيمتد لثلاثين دقيقة. طبعا الحارس الإسباني إيكر كاسياس سيقدم الكأس العالم في البداية، وسيكون حاضرا أيضا الأسطورة البرازيلية رونالدو. عبير. نعم مايك، نشاهد من حولك أجواء حماسية خارج هذا الملعب، هل تطلعنا ماذا سيحصل خارج الملعب؟ نعم. وإلى أين ستمتد هذه الاحتفالات؟ رسميا سينطلق كأس العالم بتمام الساعة 6 مساء بعد حفل الافتتاح، لكن الأجواء الاحتفالية الرسمية للجماهير هنا في الباحة الخارجية لملعب لوجنيكي انطلقت منذ ساعات الصباح الأولى، ولكنها تأخذ منحا تصاعديا إلى حين إطلاق صفارة البداية. كما نتابع في هذه المشاهد المباشرة حاليا من الباحة الخارجية للملعب، توافد المشجعون من مختلف أنحاء العالم بالآلاف، لا سيما من أمريكا الجنوبية. الحضور هو لافت جدا، ولا سيما من البيرو ومن كولومبيا والأرجنتين. طبعا كنا أيضا في فترة هذا النهار في الساحة الحمراء، المنطقة الشهيرة هنا في العاصمة موسكو، التقينا بالجالية العربية الآتية لهنا لمتابعة كأس العالم عن قرب. عبير، شكرا لك مايك موفد قناة الميادين، كنت مباشرة معنا من موسكو. أوضح علي كفاجيان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن بلاده ارتأت الامتناع عن التصويت لاختيار المغرب أو أمريكا لاستضافة كأس العالم 2026 لأنه لا فرق بينهما. نائب رئيس الاتحاد الآسيوي أشار إلى أن الاتحاد الإيراني فضل النأي بنفسه في هذا التوقيت، في إشارة واضحة إلى أن المغرب قطع علاقته الدبلوماسية قبل أكثر من شهر بسبب اتهامات لإيران بدعم جبهة البوليساريو. الخارجية الإيرانية اعتبرت حينها أن هذه الاتهامات سياسية ولا أساس لها، وقد صيقت بسبب ضغوط تمارس على المغرب. رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كشف عن تلقيه تهديدات من بعض الجهات في الاتحاد الدولي الفيفا بسبب دعمه ملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026. الملقاشي أحمد صرح أنه تلقى تهديدات من مجموعة أشخاص ممثلين للفيفا لعدم مساندته الملف الأمريكي الشمالي المشترك، ورأى أن التدخل السياسي كان له اليد الطولة في خسارة البلد العربي. وكان أحمد يمني النفس بلم شمل القارة السمراء، كما طالب باتخاذ الإجراءات التي تعطي الحق لكل الدول من أجل احتضان هذا الحدث الذي يوحد العالم بأسره. يقال الجوع قد يدفع إلى الكفر أحيانا، وفي أحد أحياء مدن شمال شرقي البرازيل كفر السكان بحكومة بلادهم
فانتقموا من منتخب الوطن. احتجاج على الفقر والتهميش والفساد والأزمة الاقتصادية وفشل السامبا في مونديال 2014، قرر سكان أحد شوارع مدينة تيرسينا عاصمة ولاية بياو تشجيع منتخب آخر. ارتدوا القمصان الزرقاء والبيضاء وأعلنوا تشجيعهم للأرجنتين في مونديال روسيا 2018. كما جمع أبناء حي ريال كوباغري مبالغ مالية لتزيين الشارع بقصاصات ملونة زرقاء وبيضاء. الجماهير الحاضرة في روسيا تحاكي المونديال من خلال تنظيم بطولة مصغرة للمشجعين. شارك في البطولة مشجعون من إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وتركيا وأمريكا، إضافة إلى المشجعين الروس، ويضم كل فريق 7 مشجعين، ويرتدي المتبارزون قمصان المنتخبات المشاركة في المونديال. نهاية موجز أخبار الرياضة، شكرا لكم على حسن المتابعة، والآن عودة وإياكم إلى علا. كل الشكر لك أيضا عبير. أعلنت في العاصمة الأردنية عمان تشكيلة الحكومة الجديدة التي كلف عمر الرزاز تأليفها. الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني. تشكيلة الحكومة التي أعلنت بعد مشاورات واسعة ضمت 28 وزيرا بينهم 6 سيدات و15 اسما من وزراء حكومة هاني الملقي المقالة استجابة لاحتجاجات الشارع. وذكرت وكالة رويترز أنه جرى تعيين المسؤول عن وزارة المالية عز الدين كنكرية وزيرا للمالية. صراحة ما شاهدناه. نبقى في الأردن، حيث استقبل الملك عبد الله الثاني وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني. وأعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة قررت دعم الأردن بتوفير 10,000 فرصة عمل و500 مليون دولار لإنعاش الاقتصاد الأردني. وكانت السعودية والإمارات والكويت قد تعهدت للأردن تقديم حزمة مالية تبلغ قيمتها 2,500,000,000 دولار لمساعدة عمان على تجاوز أزمتها الاقتصادية، وذلك خلال قمة رباعية عقدت في مكة المكرمة. ردا على قطع كندا علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، رأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن هذه السياسات ستعود بالضرر على كندا وأنها لا تخدم السلام والأمن العالميين. هذه السياسات ستعود بالضرر على كندا ولا تخدم السلام والأمن العالميين، وقد كان لدى كندا تصور خاطئ عن إيران ولا يزال، وعلى الدول الغربية أن تكون مستقلة بقراراتها، فهي تلتزم الصمت حيال الجرائم التي يرتكبها حلفاؤها في المنطقة، وتتهم إيران جزافا بارتكاب هذه الجرائم. إيران كانت دائما في الجبهة الأمامية لمكافحة الإرهاب، ولولا دعمها لكانت أوضاع المنطقة مختلفة. تعهد وزراء خارجية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان اليوم العمل معا لضمان تخلي كوريا الشمالية عن برنامج التسلح النووي بعد القمة التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيمها كيم جونغ أون. أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على هامش هذه الاجتماعات التي استمرت يومين في سيول أن كوريا الشمالية التزمت التخلي عن ترسانتها النووية، لكنه قال إن هذه لن تكون عملية سهلة. التزام كيم جونغ أون العلني بنزع السلاح النووي خطة هامة نحو سلام واستقرار دائمين في شمال شرق آسيا بل وفي العالم. وكما قال الرئيس ترامب، هذه عملية ليست سهلة، لذا فالبقاء على اطلاع وثيق مع حلفائنا في كوريا واليابان سيكون حاسما لنجاحها. التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية هي مسألة تخص التحالف بينهما، وكل ما يتعلق بهذه المسألة تقرره السلطات العسكرية للبلدين. اليابان متمسكة بموقفها، وهو حل قضايا السلاح النووي والمختطفين على نحو شامل بالتوازي مع تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية ثم تقديم المساعدة الاقتصادية إليها. في الصومال ومصر تتنوع أعمال الخير لإفطار الصائمين في شهر رمضان. دلوا الحديدان والتفاصيل. ما يطهى هنا مأدبة بمفهوم البذخ في بلد لا يتعافى من فقره ومجاعته كالصومال. إنها وجبة إفطار لمساكين ومشردي العاصمة الصومالية مقديشو، نحو 50 وجبة
ذاك هو أقصى مستطاع محمد، وقد داوم عليه طيلة شهر رمضان. قد يكون أذن الخير الوحيدة التي تسمعهم وتلبي نداء إغاثتهم. السبب الرئيسي في أني أساعد المشردين هو أنه ليس لهم صوت وليست لديهم قدرة على تحضير إفطار. كما ترى الأغنياء لا يولون اهتماما بالمشردين، لذلك أركز على متسولي الشوارع والأسر المشردة. على قلة ما يقدمه لهم، فقد يكون الوحيد الذي يجوب شوارع العاصمة مكترثا لأمعاء تصوم خاوية وتفطر على قليل المأكل والمشرب. أصوم ولا أجد ما أفطر عليه، ولا أعرف كيف أحصل على وجبات طعامي كل يوم، لذلك أطلب من الناس في الشارع مساعدتي. هنا في العاصمة المصرية القاهرة، ومن كثرة مبادرات إفطار الصائمين والمعوزين، صار الخيرون يبدعون في طرق إيصال إعاناتهم. العزومة حافلة بطبقين تجوب شوارع القاهرة لإفطار الفقراء، توزع الطعام قبل موعد الإفطار، وحيثما أدركها آذان المغرب تستقر لتفتح موائد الإفطار لكل عابر سبيل. حاجة كده يعني زي البيت، إن حضرتك مثلا لو أنت عزمني في البيت عندك، أنت حضرتك تقدم لي كل حاجة كويسة في البيت كعزومة، تعالى أنا عازمك النهاردة في رمضان عندي. تكفل المبادرة إفطار نحو 200 شخص، هي ناشطة منذ 4 سنوات خلت. هي فكرة العزومة ديت يعني فكرة جميلة وشيء جميل، إن هي تاخد مثلا عيلة وتنزل تاكل لقمة هنا. حد مثلا ماشي على طريق لسه ما وصلش بيته، برضه فكرة جميلة وفكرة كويسة إن هو مثلا ينزل ياكل لقمة هنا. لكن هناك في الحياة من يركب قطار العوز والحاجة منذ عقود، ولا حيلة له في النزول منه. الفكرة كويسة ومنطلقة وحلوة ولما حبايبنا كلهم، بس بعد كده الناس دي تمشي ازاي؟ يعني حضركم كده موجودين معانا هنا في شهر رمضان وطول شهر رمضان، وبعد كده الناس دي هتعمل ازاي؟ الأطفال دي أباها مسجون وده أبوه مسجون، يعملوا ازاي العيال الأطفال دي بعد شهر رمضان؟ ذاك سؤال لو كان لأهل الخير جواب عملي عليه لما تأخروا في آدائه. في سوريا تعيش مدينة دير الزور المحررة أجواء الاستعدادات للعيد بصورة مختلفة تماما عن السنوات السابقة التي عاشت فيها المدينة حصارا خانقا قطع عنها كل سبل الحياة وكل ما يرتبط بها. موسى الديراني. هكذا بدا المشهد في دير الزور عشية عيد الفطر. الاستعدادات اختلفت هذا العام عما سلف. إنه العيد الأول بعد التحرير وفك الحصار، مع ما تحمله هذه الكلمة من متغيرات أعادت الحياة إلى مواطنين كان جل همهم توفير الحد الأدنى من مقومات الصمود حتى الفجر التالي. فجر استعاد معه الأهالي معظم طقوسهم وتقاليدهم في العيد. الأجواء صارت كويسة والعالم رجعت على البلد والحياة صارت طبيعية وكل شيء متوفر والحمد لله رب العالمين. الله يعيد الأمن والأمان على البلد. إن شاء الله سوريا تخلص من الإرهاب ومن الإرهابيين ويبقى الشعب كله بخير وأمان وسلام. إن شاء الله السلام يعم على الجميع والفرحة تعم على الجميع. الحركة التجارية لم تغب عن شوارع المدينة وأزقتها. هنا في هذه الأسواق علت صيحات الباعة وغصت بالمواطنين بعدما امتلأت بمختلف السلع التجارية والمواد الغذائية. إن شاء الله ينعاد على الجميع بخير وسلامة، وبالعكس الحياة صارت زينة وبالبدين والوضع إن شاء الله كويس. أتمنى أن يرجعون الناس من كل مكان راحوا عليه بالعالم، سوريا ودير الزور حصراً أم الدنيا. أتمنى من كل المقتربين اللي برا يرجعون، وإن شاء الله حضن الوطن واسع. للعيد هذه السنة في دير الزور طعم آخر، يقول سكان المدينة، وكلهم أمل بإعادة أعمار سريعة وتمهد لعودة السكان جميعا لتكتمل بذلك الفرحة على امتداد الشرق السوري بمحافظاته الثلاث: الحسكة، الرقة، ودير الزور. والآن إلى أخبار الاقتصاد والزميلة إليسار كرم. إليسار يعطيك العافية، تفضلي. تستهدف مصر زيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر في البحر الأبيض المتوسط إلى نحو 1,750,000,000 قدم مكعبة يوميا في آب أغسطس المقبل. هذا ما كشفه وزير البترول المصري طارق الملا، وأكد أنه تم الانتهاء من تشغيل الوحدة الثالثة من محطة معالجة الغاز لمشروع حقل ظهر،
يذكر أن شركة إيني الإيطالية قد اكتشفت حقل ظهر العملاق عام 2015 وقدرت احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، وقد يساعد هذا الحقل السلطات المصرية لوقف استيراد الغاز بحلول العام المقبل. إلى موسكو، حيث توقع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اتفاقا مقبولا الأسبوع المقبل عندما تجتمع أوبك مع منتجي النفط الآخرين وعلى رأسهم روسيا. ومن العاصمة الروسية موسكو، قال الفالح إنه أصغى إلى اقتراح لزيادة إنتاج النفط 1,800,000 برميل يوميا، ما سيمحو التخفيضات التي ينفذها المنتجون حاليا. وقال: سنرى إلى أين نذهب، لكن أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق يرضي السوق قبل أي طرف آخر. تراجع احتياطي العملات الأجنبية في الأردن 8.5% نهاية أيار مايو، وذلك وفق أرقام للبنك المركزي الأردني الذي أشار إلى وصولها إلى 11 مليار و200 مليون دولار. وكانت الاحتياطيات الأجنبية الأردن تبلغ 12 مليار و250 مليون دولار نهاية العام الماضي، وكان قد بدأ الاحتياطي الأجنبي بمواجهة ضغوط منذ عامين تقريبا بعد تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين وتراجع الدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، وهي الموارد الرئيسة المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في الأردن. كشفت صحيفة إسرائيل هايوم أن وزارة الخارجية النرويجية صنفت مقاطعة المنتجات الإسرائيلية على أنها مسألة قانونية. وقالت الصحيفة إن هذا الإعلان جاء ردا على طلبات إسرائيلية متكررة من السلطات النرويجية بإبداء رأي حول ما إذا كانت مقاطعة المستوطنات قانونية. إسرائيل هايوم قالت إن حكومة النرويج يمينية وتدير علاقات إيجابية مع إسرائيل، ومع ذلك يأتي إعلان وزارة الخارجية كثمرة ناضجة سقطت في أيدي حركة المقاطعة BDS التي تحظى بدعم واسع في النرويج. رفعت منظمات حماية البيئة دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تحركات تقول إنها تضعف حماية الأنهار والمستنقعات والمجاري المائية الأخرى. وتأتي هذه الإجراءات في عقاب أمر تنفيذي أصدره ترامب في شباط فبراير من العام الماضي، يطلب من وكالة حماية البيئة العمل على إلغاء قانون للمياه النظيفة صدر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل فائدة الإقراض الرئيسة في زيادة هي الثانية هذا العام، وكشف عن نيته رفع معدل الفائدة مرتين في العام الجاري وأربع مرات العام المقبل، فيما يؤشر إلى المخاوف من تسارع التضخم. مجلس الاحتياطي صوت بالإجماع على رفع معدل الفائدة إلى ما بين نقطة مئوية وثلاثة أرباع ونقطتين. وتشير تقديرات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى وصول معدل الفائدة إلى 3.1% في نهاية العام 2019. الولايات المتحدة دعت كينيا إلى التحقيق في عقارات وودائع تملكها عائلات من الأحزاب والجهات السياسية الحاكمة والمؤثرة في جنوب السودان، بمن فيهم الرئيس وخصمه، ونجمت عن الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ 2013. وزارة الخزانة الأمريكية اتهمت شخصيات من جنوب السودان مدرجة أسماؤها على لائحة عقوبات بمواصلة استثمار الأموال بطريقة غير مشروعة في سوق العقارات الكينية. نكتفي بهذا القدر من الأخبار الاقتصادية ونعود من جديد إليك علا. كل الشكر لك أيضا إليسار. مشاهدينا، نحن وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولم يبقى إلا التذكير بعناوينها. بعد صد هجمات التحالف السعودي على جبهة الساحل، البحرية اليمنية تؤكد جاهزيتها لضرب أي بارجة تهدد سواحلها. سجالات واتهامات متبادلة بين فتح وحماس على خلفية تظاهرات رام الله المطالبة برفع العقوبات عن غزة. الأسد يؤكد أن العلاقة بين دمشق وطهران استراتيجية وغير خاضعة للبزار الدولي. ساعات وينطلق مونديال 2018 في روسيا، وعشية الحدث الرياضي عروض ضوئية ومؤثرات موسيقية خاصة على واجهة مبنى مسرح البولشوي.
حد مثلا ماشي على طريق لسه ما وصلش بيته، برضه فكره جميله وفكره كويسه ان هو مثلا ينزل ياكل لقمه هنا. وكان في النشر العزومة حافلة بطابقين تجوب شوارع القاهرة لإفطار الفقراء. الميادين دوت نت للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر، بالإضافة إلى صفحة الميادين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت. إلى اللقاء.